نتوقف مع ولاء السلامين مراسلتنا في رام الله. ولاء، ما هي أبرز مشاهداتك خلال ما مضى من ساعات؟ يعني في البداية أهلا بكم. عندما نتحدث عما يحدث في قطاع غزة وما تحدث به مندوب الأمم المتحدة لدى دولة فلسطين، يعني تحدث عنه واجب على مجلس الأمن إدانة الجرائم الإسرائيلية ومساءلة أيضا المنفذين، وأيضا قال أن مصر لعبت دورا محوريا وكبيرا يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في الساعات القادمة. أيضا طالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر أسلحة المستوطنين الذين يهددون حياة الفلسطينيين. لم يتحدث فقط عن قطاع غزة، وإنما تحدث بمجمل الأوضاع التي تحدث في الضفة الغربية. وعندما نتحدث ما يحدث في الضفة الغربية، نتحدث عن ما يجري في الشمال والجنوب والوسط في الضفة الغربية، وقالوا أنهم سيطرقون جميع الأبواب حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. هذا ما سعت إليه القيادة الفلسطينية من خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن. وأيضا نتحدث، كان هناك جلسة لجامعة الدول العربية تحدثت فيها عن موقفها إزاء العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويعني كان هناك العديد من الشجب والاستنكار والإدانة لما فعلته إسرائيل وداخل قطاع غزة، وأيضا العدوان على قطاع غزة. العديد من الدول العربية وأيضا الدول الغربية أدانت هذا الاعتداء السافر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة. نعم، ولا ردات الفعل على مستوى عمليات الاعتقال التي تتم أيضا بشكل عشوائي في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، كيف تبدو وتيرتها على الأقل في ما مضى من ساعات؟ يعني لم تتوقف الاعتقالات يوما ما للفلسطينيين في الضفة الغربية. نتحدث عن اعتقال أكثر من 20 فلسطيني من الضفة الغربية من بلدات ومحافظات مختلفة، سواء في الشمال والجنوب ووسط الضفة الغربية. نتحدث عن شهيدين منذ صبيحة هذا اليوم، خاصة في منطقة جنين، في محافظة جنين وبالتحديد في بلدة قباطية، كان قد شيعوا خلال ساعات ظهيرة هذا اليوم إلى مثواهم الأخير، وهما راني قطنات وأيضا أحمد عساف، وتم اقتحام العديد من المنازل في بلدة قباطية في محافظة جنين واعتقال فلسطينيين. نتحدث أيضا في ذلك الوقت وفجر هذا اليوم، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة المزارعين في منطقة دير دبوان التي تقع في محافظة رام الله والديرة، وقامت بمهاجمة المزارعين واعتداء جنود الاحتلال عليهم برصاص الحي والمعدني المغلق بالمطاط، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين على الأقل في هذه المواجهات التي اندلعت. يعني الاعتقالات وأيضا المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر في مناطق ومختلف المناطق في الضفة الغربية، لا تتوانى دولة الاحتلال بالهدوء بتاتا، سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي مع قطاع غزة، ويعني لا يوجد مكان للهدوء في فلسطين، في داخل المحتل وأيضا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا.